وثلاثون شخصا إثر انهيار مبنى قديم. خبر عادي، تشرد المئات بعدما تعرضت عائلاتهم إلى الذبح والتنكيل. اضطر المئات إلى الهروب بعدما بدأ القصف. ذبح وتنكيل وقصف. هذه صفحة المحليات، يبدو هذا الخبر جديدا. حسنا، افتتح المحافظ بقالة جديدة في المنطقة التابعة له، وكانت البقالة التي تكلف إنشاؤها 10 ملايين دينار. 10 ملايين دينار، واستغرق إنشاؤها 5 سنوات. تم استيراد كل محتوياتها من الخارج، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وخدمتهم. هذا الخبر جميل. حسنا حسنا، لنقرأ التفاصيل. هيا. حسنا، علما بأن هذه البقالة ستكون متاحة للمواطنين الذين يملكون حسابا في بنك المجموعة الأولى. بنك المجموعة الأولى؟ طبعا، البنك الذي يملك فيه المحافظ النسبة الأكبر. وكأني ألمح في الخبر سوء استخدام سلطة أو فساد مالي. هل علي أن أكتب عن ذلك؟ أين قلمي؟ حبيبي، أين قلمي؟ هل تريد كوبا من الشاي؟ لا يا عزيزتي، فأنا لم أنتهي من كوبي بعد. أين قلمي؟ هذه صفحة الشكاوى، فهذه صفحة الهمن بمواضيع جديدة. حسنا، امرأة تلد في المستشفى ويرفضون إخراج طفلها ما لم تدفع تكاليف الولادة. ما الغريب في الأمر؟ المستشفى يريد أن يضمن حقه، ولا بد من رهن ممتلكات المرأة، والطفل هو الشيء الوحيد الذي تملكه هذه المرأة. هذه هي الحياة. ما هذا الذي يحدث؟ حدثوني بالله عليكم، كيف انتزعت الرحمة من قلوب هؤلاء؟ أنتم أيها الأطباء، أنتم يا من أقسمتم بذلك القسم العظيم لتحافظوا على شرف المهنة، وأنتم يا من تسمون أنفسكم ملائكة الرحمة، كيف أصبحتم هكذا بلا قلب؟ تنتزعون طفلا رضيعا من أمه، وذلك بسبب ماذا؟ بسبب دنانير قليلة. ربما دنانير كثيرة، أكثر مما يستطيع أن يدفعها شخص لا حول له ولا قوة. ما هذا الذي يحدث؟ شرطة بلا قانون، أطباء بلا قلب، قضاة بلا عدل، أناس مرتشون وفاسدون وسراق. نعم، من أنتم؟ ولماذا أسأل؟ أنا أعرف جيدا من أنتم. نعم، لن أسكت، وسأقول كلمتي، كلمة الصدق. سأفضح كل ألامي على عينكم. نعم، قلمي سيفضحكم. سأصرخ. حبيبي، هل أخذت دواءك؟ تريد تخديري. لدي إحساس بأنها تعمل لصالحي. نعم، ماذا؟ هي زوجتي. نعم، زوجتي، ولقد عشنا مع بعض سنوات وسنوات. في الواقع كانت نعمة زوجتي فيها، ولكنها تغيرت مثلما تغير كل شيء، وبدأت تظهر لها أشياء هنا وهنا وهنا. هذه الأشياء تحتاج إلى أموال، ولكن صحيح أنني صحفي مشهور، ولكن راتبي شيء لا يذكر. وما ذنبي أنا؟ حبيبتي، لا ذنب لك يا عزيزتي، فأنت حبيبتي ومعي على الحلوة والمرة. ها،
تتحدث عن شيء قلته قبل 20 سنة. الآن كل شيء تغير. ألا ترى بنفسك ما يحدث من حولك؟ أرى جيداً. نعم، مباني جديدة تنهار بسبب سوء المواد. نعم، أناس ومرضى يموتون بسبب إهمال. نعم، وكذلك أناس يذبحون ويقتلون ويشردون بسبب أفكار غبية غيبت على عقول البعض. نعم، كل شيء تحول. ولكني لا أتحدث عن ذلك الذي تقول. ولكنني أتحدث عنه، وسأتحدث عنه دائما. مواضيعك لا تهمني ولم تعد تهمني. أنت تتحدث كثيرا ولا تفعل شيئا. تعيش بين قصاصات الجرائد هذه ولا تكتب. أنت لم تكتب منذ زمن، ولم تذهب للعمل، ولم تفعل أي شيء. اصمتي. إني أراقبهم. تراقب من؟ كل شيء مكبر وواضح. كل من يسرق، كل من يقبض رشوة، كل من يختلس، كل من يستخدم نفوذه ليخرق القانون، ليظلم. نعم، هناك تلك اليد التي تمتد إلى جسد تلك الفتاة ربما لتلمسها. ابتعدي عنه. تلك الفتاة جاءت لتطلب شيئا من ذلك المدير. نعم، ابتعدي عنه، لا تقتربي، اضربيه، لا تقفي هكذا صامتة، اصرخي. حبيبي حبيبي، لا تنسى أن تأخذ دواءك. مجنونة. هذه المرأة مرمرتني، أذاقتني المر. مرمر زماني يا زماني، مرمر مرمرتني، لابد ما تتمرمر. ما هذا؟ كل شيء مقلوب، الدنيا مقلوبة. حاولت أن أقيم هذا الوضع ولكن لا فائدة. نعم، حاربت وقاومت وكافحت ولكن لا يكفي. كتبت عنهم، كتبت عن سرقاتهم. نعم، كتبت عن تجاوزاتهم، كتبت عن كل شيء ولكن لا يكفي. لا يكفي. أين قلمي؟ أين قلمي؟ عندما جاءني ذلك العامل البسيط، كنت حينها أجلس على مكتبي وأشرب القهوة. كنت أكتب مقالا عن عرض مسرحي تافه لم يعجبني في الواقع، ولكن عندما دخل ذلك العامل تغير كل شيء. نعم، مرحبا. اصرف، لا أريدك أن تنظف مكتبي. كان يجب عليك أن تنظفه قبل مجيئي إلى هنا. ولكني لست... لا تشوش علي تفكيري، فأنا أكتب مقالا هاما. أنا أقرأ جريدتكم بين الحين والآخر حين تسنح لي الفرصة، وأحصي دائما على قراءة زاويتك بشكل خاص. أنت فعلا رجل مخلص وقوي. أنت تقرأ مقالاتي إذن؟ نعم. لابد وأنك كنت تقرأها وأنت تأكل الخبزة، الخبزة التي لففت بها تلك الجريدة التي تضمنت مقالي. نعم، يحصل هذا أحيانا، ولكن حين يتوفر المال أشتري الجريدة فقط لأقرأ مقالك بالذات. هل يعجبك أسلوبي في الكتابة؟ أعرف، هو أسلوب زاخر ومليء بالكلمات المنتقاة بعناية، فأنا أحب أن أكتب بالأسلوب الذي يطلق عليه السهل الممتنع. بصراحة أنا لم أنتبه كثيرا للأسلوب. ما يهمني هو المواضيع التي تكتبها. ما تكتبه عن الفساد وعن المحسوبية وعن السرقة وعن الظلم وعن أشياء كثيرة أعيشها وراها بشكل يومي. عن آكل لحوم البشر كما تحب أن تطلق عليه. آكل لحوم البشر؟ نعم. هل أعجبك هذا التعبير؟ فأنا في الواقع
لا أعرف كيف خطرت في ذهني صورة آكلي لحوم البشر، وأنا أكتب عن أولئك المتنفذين الذين يستبحون الدماء وعرق أولئك المساكين. أمثالي، نعم المساكين أمثالي. فعندما كنت أقرأ ما تكتبه كنت أشعر أني أنا من كتب تلك المقالات، أو أنا من حرضك عليها. فقد كنت تكتب التفاصيل وكأنك عشت معنا بكل حدث. يبدو أن لديك قصة مثيرة. في الواقع ليست في حكايتي أي إثارة، فهي حكاية ظلم وقهر. قهر تشعر معه وكأن قلبك يعتصر عصرا. قل، هل سبق وأن أحسست أن هناك من يضع يده على رقبتك لتختنق ولا تتمكن حتى من صراخ؟ هكذا كان شعوري حينما سلبوا مني بيتي الذي بنيته بيدي هاتين. انتظر، لا تكمل، سأسجل كل ما تقوله حرفا كي تكتمل الصورة. اجلس يا بني، اجلس. فالقراء يحبون قراءة التفاصيل، خصوصا إذا كانت مأساوية. أنا عامل بلبن، وطوال عمري كنت أبني بيوت الناس، لكن كان لدي حلم أن أبني بيتا لي أنا لا يشاركني فيه أحد إلا عائلتي الصغيرة، أبنائي وزوجتي. أخيرا اشتريت قطعة أرض بعد سنوات طويلة من دفع أقساط أثقلت كاهلي. بنيت بيتي حجرا، وصبغت حوائط البيت بعد أن اخترنا الألوان أنا وأبنائي، ثم عدت صبغها مرة أخرى لأن الألوان لم تعجب زوجتي. عشنا فرحة الانتقال للبيت الجديد، وبدأت أزرع في المساحة التي تفصل بين بيتي وبين الطريق. هي مساحة صغيرة ولكنها كافية، لكن لم تسنح لي الفرصة لأن أرى زرعي يكبر. تهاوى الحلم فجأة وتحول إلى كابوس مريب. ماذا حدث؟ حدث أمر طبيعي يحدث بالأمثال. قرار حكومي؟ نعم قرار حكومي، انتزعوا به بيتي دون سابق إنذار ودون تفسير يمكن أن أبرر فيه الأمر لزوجتي وأبنائي. تركوني لوحدي وكافح لأسد لهم حكاية خيالية. هذه الحكاية تضحك بها على أطفالك، لكن لا يمكن أبداً أن تنطلي علي. قل لي، لماذا أخذوا منك المنزل؟ ها؟ هل كنت تلعب القمار؟ قمار؟ أم كانت عليك ديون للبنك وحجزوا على المنزل لسداد ديونك؟ قل لي، كم كانت قيمة هذا القرض الذي استدنته؟ عن أي قرض أنت تتكلمين؟ وهل تعتقدين من هو مثلي يمكن أن يقبل البنك بقراضه؟ إذا قل لي سبباً واحداً معقولاً يبرر انتزاعهم لمنزلنا الجميل. المنزل الذي انتظرنا سنين طويلة للحصول عليه، منزل سقفه مائي وحوائطه غير مستوية وألوانه غير متناسقة، ومع ذلك قبلنا به لأنه منزل خاص بنا لا يشاركنا به أغراب كثر لا أميز أكثرهم. لم يكونوا أغرابا، إنهم عائلتي، أبي وأمي فقط، وأخي وزوجته وأبنائهم، وأختي وزوجه وأبنائهم، ومن أيضا؟ وعمتي التي لم تتزوج، وابن أخي الكبير، وزوجته وابنه. هذه ليست عائلة، هذا شعب بأكمله. مللت من تدخل كل هؤلاء في كل تفاصيل حياتنا، في أكلنا، في شربنا، في نقاشاتنا، في حواراتنا، مللت وتعبت. ألم تمل أنت؟ بلى مللت وتعبت واختنقت، ولكن ما الذي كان بيدي فعله ولم افعل؟ تركتهم ياخذون منزلنا. ليتني استطعت مقاومتهم، ليتني استطعت امنعهم من الانصراف على منزلي. لو كان الامر بيدي لبنيت سيادا عاليا حول منزلي حتى لا يستطيعون الاقتراب منه، بل كنت هدمته بيدي هاتين. ولكن لم استطع فعل اي شيء. لانك جبان ضعيف، وهم لا يستمعون للضعفاء. هل تريدنا أن نعود مرة أخرى إلى تلك الحلبة من الشجار؟ إلى التصادم؟ إلى النقاش؟ إلى الصراخ؟ لا، لن أعود إلى هناك مرة أخرى، أسمعت؟ لن أعود، لن أعود. وذهبت
تركتك وذهبت. تركتني وتركت أطفالنا، تركت حياتنا، فقرنا، جوعنا، ذلنا، تركتنا جميعا وذهبت. كيف تتركك وتترك أبنائها بهذا الوضع؟ يا لها من امرأة أنانية! أظن أنك ستقول إني أنانية وغير مبالية، ولكن صدقني لا أستطيع أن أنظر بعين أطفالي مرة أخرى وهم يسألونني لماذا أخرجونا من بيتنا الجديد. لا أستطيع أن أجيب على أسئلتهم وهم يلحون علي بالسؤال متى نعود إلى بيتنا الجميل. لا أستطيع أن أتحمل ضعفهم وانكسارهم حين يعنفهم الكبار الذين يتكدسون في منزل أبيك. أشعر أنني أضعف من أن أتحمل أكثر. لو عدت هناك يوما واحدا ربما يتفجر قلبي أو يذهب ما تبقى من عقلي. لا، لن أعود، لن أعود. وعدت أنا وأطفال الحزانة إلى بيت أبي. عدت إلى ذلك الصندوق المتكدس بالأجساد البشرية؟ نعم، عدت لأعمل أكثر ليعوض ما فاتني. لعلي أجمع من جديد مبلغا يكفي لشراء غرفة على الأقل. وهل تمكنت من ذلك؟ لا، لم أتمكن من ذلك، فساعات العمل الأكثر كان مقابلها وجر أقل. وظلت أعمل وأنا صابت كجدار كجمرة تشبع الانفجار إلى شظايا. ويأتي اليوم الأخير في الشهر، اليوم الذي أنتظره بفارغ الصف لأستلم فيه الراتب، والحين الوقت ولا أستلم شيء. هل تعرف لماذا؟ طبعا أعرف، لأن صاحب العمل كما يدعي لم يستلم أمواله من الحكومة. نعم، هذا ما قال. ولأن موظف الحكومة لسبب ما لم يقم بإيداع المال في حساب صاحب الشركة. وما ذنبي أنا؟ وما ذنب أطفالي الذين ينتظرون أن أدخل عليهم وبيدي وجبة غداء دسمة؟ وجبة غداء دسمة؟ نعم نعم، لحم ودجاج. نعم نعم، فأنا في أول كل شهر أكون مصرفا قليلا، فأشتري وجبة غداء تتضمن لحما ودجاج وأضيف بعض السلطة. السلطة؟ نعم، بل وأشتري عصائر ومشروبات غازية وأفرش لهم جريدة كاملة. نعم، ونجلس لنأكل، نأكل حتى التخمة، ولا نفكر ماذا نأكل غدا. يبدو أنك كنت تأكل هذه الوجبة الدسمة وأنت تقرأ مقالي. نعم هذا صحيح، أفعل هذا كل شهر حتى يشعر أبنائي مرة واحدة في الشهر أننا مرفهون. ولكن حتى هذا اليوم حرمنا منه. ذلك اليوم بالذات، في هذا اليوم لم أكن أرى بعيني شيئا حقيقيا ولم أسمع بشيء. كنت فقط أقلد أولئك الكتاب الذين كنت أقرأ عنهم حين كنت فتيا، الكتاب الذين كانوا يواجهون السلطة ويدافعون عن المساكين وعن المظلومين ويفضحون رموز السلطة دون خوف. كنت أتابعهم بشغف وأعجب ببطولاتهم وأتمنى أن أكون مثلهم، فصرت أقلد كتاباتهم فأهاجم وأعارض وأدافع. نعم، دون أن تكون هناك حاجة لذلك الهجوم أو أن تكون هناك حكاية وراءه، ولكني في الواقع لم أرى بعيني شيئاً حقيقياً ولم أرى بعيني شخصاً حقيقياً واجه الأمر بنفسه. صرت أكتب عن الفساد والظلم وسرقة المال العام، وذلك العامل المسكين
هو الشخص الوحيد الذي واجهته حقيقيا. نعم، في ذلك اليوم بالذات رفع عني الحجاب وبدأت أرى وبدأت أسمع، وقررت أن أدافع عن ذلك الرجل المسكين وأعيد له حقه. حبيبي إلى أين؟ اتركيني، أريد الذهاب للدفاع عن ذلك الرجل المسكين. أي رجل؟ الرجل الذي انتزع منه منزله بالقوة. نعم، بعدما اشترى قطعة الأرض من حر ماله وبنى ذلك المنزل. لابد أنهم أعطوه تعويضا كافيا لشراء منزل أكبر وأجمل. أي مبلغ؟ فهو لم يستلم أي تعويض عن منزله. حبيبي، لابد أنه استلم المبلغ وأخفاه عن زوجته ولم يردك أن تفضحه أمام عائلته. ولكن لا يبدو أنه استلم أي شيء، يبدو معدما. وما الذي بيدك فعله؟ أنت صحفي مغمور تكتب مقالات سخيفة لا تقرأ. كل شيء تغير. نعم، لن أسكت بعد اليوم. لا فائدة منك، لا فائدة. بأي حق ينتزعون منه منزله؟ ولماذا لم ينذروه قبل أن يشتري قطعة الأرض ويبنيها؟ هل هناك ظلم وتجبر أكثر من هذا؟ هذه هي ساحة الحرب، لقد حانت الساعة، هذه هي ساحة الحرب التي كنت أنتظرها دائما، وهؤلاء هم الأعداء المتخفين الذين كنت أبارزهم دون أن أراهم. أنا قادم، سأقتص منكم جميعا، سأقتص من الرؤوس الفاسدة، أولئك الذين يتحولون إلى آلهة. نعم، بحركة شفاه وإمضاء قلم يدمرون حياة إنسان بالكامل، بل مجتمعا بالكامل، يحطمون هذا الشعب. هذا الذي أفعله؟ هل أظن أنني صلاح الدين الأيوبي؟ أو ربما سبارتاكوس؟ أحمل سيفي وأذهب لأقتل مدير إدارة الملكيات، ثم ماذا؟ يقبضون علي ويعدمونني، ويذهب الرجل أيضا إلى العدم. لا لا لا، لا فائدة من ذلك. لا تصفقوا، لا تصفقوا. صحيح أنا غبي، أنا صحفي، نعم، ولدي السلاح الذي يخاف منه كل هؤلاء، قلمي. نعم، أحبك حبيبي، أنت بطلي، سننقذ الكثيرين أنا وأنت. أعرف 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 بأن العبء سيكون عليك أنت الأكبر، ولكنني سأكون خلفك، أمدك بالوقود، بالأفكار، لتتحرر وتملأ الصفحات البيضاء. نعم، ستكون هذه حربنا أنا وأنت التي سنخوضها بكل شجاعة. ماذا بك؟ ماذا بك؟ هل أنت خائف؟ ممن أنت خائف؟ ما الذي يمكن أن يحدث لك؟ على أكثر احتمال ستكسر وسترمى في سلة المهملات، وأنا أيضا ربما سأرمى، ولكن في مكان آخر على ما أظن. ولكن لا يهم، لا يهم، هكذا يكون للأبطال، يواجهون المشاكل والمخاطر دون خوف. نعم، مثل سوبرمان. نعم، سوبرمان هو بطلي المفضل. أتعرفون لماذا؟ لأنه صحفي مثلي. نعم نعم، لأنه صحفي. أعرف 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 ما الذي تقوله، هو شخصية خيالية. نعم، ولكن هذا أفضل، كي
كي نعرف كل تفاصيل حياته. لا أحد يزور تاريخه وحكاياته. هيا بنا سنبدأ المهمة. سأبدأ بك أيها الرجل العفن، يا من تجلس على مكتبك الوثير وبحركة قلم تنتزع من المساكين بيوتهم ولم تكترث لما سيحدث لذلك الرجل المسكين. نعم سأنتقم منك وسأكتب عن كل شيء. سأكتب عن فسادك، عن تجاوزاتك. نعم سأكتب عن كل شيء حتى يعرف مسؤولوك مدى تعسفك، نعم، واتخاذك للقرارات المتعسفة الظالمة. سأكتب وستقرأ بنفسك. أعتقد أنني حين أكتب سيتم عزله، وهذه المرة سيأتون بالشخص المناسب في المكان المناسب. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أشعر بأني سأعمل الشيء الصحيح. وأخيراً وكأني أرى الرجل الآن وهو سعيداً فرحاً بعدما عاد إليه منزله الذي انتزع منه بالقوة، وأرى أطفاله يتقافزون هنا وهنا، وزوجته الثرثارة لن تسعفها الكلمات هذه المرة، فتظل تبكي وتضحك تبكي وتضحك في آن واحد، تبكي وتضحك، تبكي وتضحك، تبكي وتضحك، تبكي وتضحك، تبكي وتضحك، تبكي وتضحك، تبكي. كيف حال الصحفي الشهير؟ من أنت؟ أنا الطبيب يا عزيزي. لن تخدعني بزيك هذا، أنا أعرف جيدا من أنت. أنت هو، كنت تتجسس علي دائما كنت أراك. ماذا تريد؟ هل تريد سرقة مقالاتي كي لا أفضحكم؟ أو ربما تريد أخذ أدلة من كتاباتي كي تحبسوني بها؟ من أنت؟ اهدأ يا حبيبي، اهدأ يا عزيزي، تعال اجلس هنا. حبيبي أنت، حبيبي، اهدأ. لماذا تعاملني وكأنني طفل أو مجنون؟ لن أذهب معك. نعم سأذهب مع صديقي. صديقك؟ نعم صديقي. أهلا بالصديق، كيف حالك؟ اهدأ يا عزيزي ولا تخف، اهدأ وتعال معي. لست خائفا منكم. نعم سأفضحكم، سأكتب عن كل شيء. سأكتب عن فسادكم، عن جرائمكم، سأكتب عن تجاوزاتكم. سأكتب وستقرأ بنفسك. جاسوسة. شكرا. دكتور، ما الحل؟ كما قلت لك، لن يفيد معه إلا أن يكون لدينا وتحت أعيننا، وسنستخدم معه طرقنا الخاصة بالعلاج. هل تظن أنها ستنفع معه؟ يوه، لقد نفعت مع أشخاص كثر، وأعتقد أنها ستنفع مع رجلنا. ولكنه قد لا يتحمل ذلك. صدقيني، هذه الطريقة تفلح مع الجميع. الكهرباء هي الحل الأول والأخير. حين يصعق بالكهرباء يتحول دماغه إلى لمبة مضيئة، ويصبح كل شيء واضحا جدا بالنسبة له. وقتها فقط
نستطيع أن نجعله يقول ويفعل كل ما نريده. ولكن هل أنت متأكد؟ شاهدت مئات الأشخاص من جميع الأصناف وتعاملت مع كل صنف منهم. صحيح أنهم في البداية يقاومون، ولكنهم في النهاية ينهارون ويصبحون طيعين ومطيعين جدا. حسن، لنجرب ذلك. لنجرب ذلك. لنجرب ذلك. كاتب معارض لسياسة الحكومة وقلم قوي لاذع مثل قلمك. شكرا. وهذا يبين بأن صحيفتنا تهتم بالتعبير وأيضا الفكر. ولكي أكون صريحا معك أكثر، فإن كبار المسؤولين بالسلطة أنفسهم صاروا يضعون اعتبارا كبيرا لصحيفتنا. إذا لماذا لا تريد نشر البقال؟ لأول مرة يا حضرة المدير تكون لدي قصة حقيقية وراء هجومي على السلطة، لا رموز ولا شعارات. لأننا يا عزيزي وبصراحة لا نريد أن ندين أي مسؤول، لا نريد أن نكون تحت رحمة أي شخص يمكن أن يقتادنا إلى المحكمة أو يتسبب بإيقاف صحيفتنا. نحن نهاجم السلطة بشكل عام ونطلق الشعارات كما تقول، نهاجم الفساد والمحسوبية وسوء استخدام السلطة، والسلطة تغض أعينها عنا لأننا لم نشر إلى شخص محدد، لم نتهم أحداً. ولكن إن نحن اقتربنا من فضح أي شخص بالحكومة أو ذكرنا حتى ولو بشكل متواري دائرة أو جهة محددة، فإننا بذلك سنكون قد فتحنا علينا أبواب جهنم، سينقلب كل شيء فوق رؤوسنا وسنصبح نحن المتهمين ويقتادوننا إلى المسلخ مثل الخراف. أنا لا أريد أن أصبح خروفا، هل تريد أن تصبح خروف؟ لا لا، هل أريد أن أصبح خروفا؟ كنت أريد أن أصبح بطلا، كنت أريد أن أدافع عن المظلومين والمقهورين، ومنهم ذلك الرجل المسكين الذي انتزع منه منزله ورموه في الشارع. كنت أريد أن أضع صورة صاحب الشركة اللص الذي سرق جهود هؤلاء العمال وتعبهم وتركهم وكأنهم ديدان تزحف هنا وهنا وهنا بحثاً عن الفتات. كنت أريد أن أصرخ، أن أرفض. ولكنني لم أفعل، لم أفعل. فأنا لا أملك الصحيفة، والصحيفة لها مصالح، وكل شخص يبحث عن مصلحته. ولكنني لم أناقشه حتى ولم أدافع عن وجهة نظري، ولم أحاول إقناعه بنشر المقال. وذلك الرجل المسكين ينتظر، يشتري الجريدة بما تبقى له من فلسات ليبحث عن قصة حياته في هذه الجريدة.
بين الحروف المتزاحمة في الجريدة. ربما لن يفيده كثيرا نشر البقال. نعم، ربما لن يفيده كثيرا، ولكنه سيشعر بأنه بث همه وحزنه للناس وهم يشاركونه معاناته. حتى هذا الإحساس لم أستطع منحه إياه. يا لي، أنا بطل مسيف. أيها العامل، لقد لجأت إلى بطل مزيف، لقد لجأت إلى خيال مآته. ولكن لا يجب أن أستسلم، لا يجب أن أستسلم. ماذا علي أن أفعل؟ ماذا علي أن أفعل؟ وجدتها، سأذهب إلى المحكمة. نعم، المحكمة، سأرفع قضية على أولئك الذين تسببوا في معاناته. تصدق كلامي، تعال معي وسترى. لا أستطيع ذلك، أرجوك لا أستطيع ذلك. أنت خائف، أنت خائف، أنت لست المتهم، أنت المدعي. نعم، سنوقع على بضعة أوراق لنقيم الشكوى. نعم صدقني، سنقيم الشكوى ضد الجهة التي أصدرت قرارا بانتزاع منزلك. ليس من حقهم أبدا، ليس من حقهم. وسترى بنفسك بأن القانون يرفض، يرفض، يرفض مثل هذه القرارات المتعسفة الظالمة. نعم، هيا. هل تعتقد أننا بحاجة إلى محامي ربما ليدافع عن قضيتك؟ وهل تعتقد أن لدي مال لينفضه على محامي؟ حسن حسن، لا نحتاج إلى المحامي. وهل يستطيع المحامي أن يفعل شيئا لا أستطيعه أنا؟ نعم، سترى بنفسك، قضيتك ناجحة، صدقني ناجحة 100%. هيا معي. هيا. إلى أين؟ إلى الداخل، نريد أن نقيم شكوى. سجل شكوتك وابعثها بالبريد. ولماذا البريد؟ أنا هنا. لا نستقبل الشكاوى الشخصية درءاً للمشاكل. أية مشاكل؟ فنحن لا نقدم شكوى ضد إدارة تقديم الشكاوى، وإنما ضد جهة حكومية أخرى. ماذا قلت؟ ضد جهة حكومية؟ شكوتك بالذات لا نستطيع استقبالها، لا شخصيا ولا حتى بالبريد. ولما لا؟ فأنا صاحب حق، أقصد هو صاحب الحق، ونريد أن نعيد له حقه. عزيزي، هل تعلم لماذا لا نستقبل الشكاوى شخصيا؟ لا، لا نعلم. أنا سأقول لك، لأن الشكاوى تسير بإجراءات طويلة وبطيئة حتى تصل أخيراً إلى المحكمة، وخلال هذه الفترة التي قد تصل إلى سنوات. سنوات؟ قلت لك لا فائدة. نعم نعم، سنوات. وخلال هذه الفترة يأتي الثاكي ويتتاذر معنا كل يوم، وربما في النهاية يتطاول على أحد موظفينا فيضربه، لا وربما أكثر تفور أعصابه فيقتله. ولذلك وحرصاً منا على سلامة موظفينا، قررنا عدم استقبال الشكاوى إلا بالبريد. ولماذا يجب علينا أن ننتظر طوال هذه المدة كي تصل القضية إلى المحكمة؟ عفواً عفواً، هل هي قضيتك أم قضيته؟ قضيته. وهل أنت المحامي الموكل عنه؟ لا، أنا. أنت ماذا؟
لا يجب عليك أن ترفع قضية عن فخ ما لم تكن أنت المحامي الموكل عنه. ولما لا يتكلم هو؟ أنا لا أريد تقديم الشكوى، لا أريد تقديم الشكوى. بل تريد ذلك، أنت خائف. عزيزي مدير إدارة تقديم الشكاوى، قل له يا صديقي لا داعي للخوف. لا داعي للخوف. سمعت، سيهتمون بقضيتك بشكل خاص. عزيزي مدير إدارة تقديم الشكاوى، متى سيصلكم ساعي البريد ليسلمكم الشكاوى؟ يأتي كل يوم في الساعة الخامسة مساء. أسمعت؟ في الساعة الخامسة مساء. نعم، أنت محظوظ، سيصل بعد نصف ساعة من الآن. تعرف معنى هذا؟ سأسلمه شكواك باليد وسأضع عليها طابعا بريديا، وستصل إلى القاضي وسيحكم لك بإعادة منزلك إليك، وسيفرح أطفالك وستعود إليك زوجتك. زوجتك ستندم لأنها تركتك طوال هذه المدة. ولكني لا أدري إلى أين ذهبت زوجتي. ربما ذهبت إلى بلد آخر، وربما تزوجت من شخص آخر. لا، دعنا لا نفكر بالأمر الآن، دعنا نركز على رسالة وعلى الشكوى. سمعت؟ حسنا. هاي أنت تعال إلى هنا. ماذا؟ وصلتك رسالة، تفضل. ماذا هنا؟ ألم أقل لك بأن قضيتك مختلفة تماما؟ نعم، لقد وصل الرد. ولكن الموظف قال إن الرد سيصل بعد سنة أو أكثر. وها هو يصل الآن. نعم، قلت لك بأن قضاءنا نزيه وسيعيد لك حقك. يجب أن تكون إيجابيا. نعم، لا تكن سلبيا أبدا. حسن، اقرأ. أنا سأقرأ. عزيزي المواطن سين عين، هذا أنت. نعم، يؤسفنا إبلاغك بعدم جواز تقديم هذه الشكوى لأنها تعتبر إساءة غير مقبولة لإدارة حكومية نزيهة، ولأن مثل هذه الشكوى هي سابقة أولى ضد إداراتنا الحكومية النزيهة، فقد تقرر إحالة شكواك إلى جهاز لاتخاذ الإجراء الذي يرونه مناسبا ضد من يحاول انتهاك كرامة الدولة ونزاهة موظفيها. شكرا لك عزيزي المواطن، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم. ماذا يعني هذا؟ ها؟ لا أعرف، يجب أن أقرأها مرة أخرى. هل سيجروني إلى هناك؟ لماذا؟ أنا لم أفعل شيئا. لا تخف، يبدو أن هناك خطأ. نعم، خطأ في العنوان. هل تعتقد بذلك؟ نعم، كن إيجابيا، لا تكن سلبيا أبدا. لا 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 لا، ساعدني أرجوك، ساعدني، لم أفعل شيئا. أبنائي أرجوك، أنا صحفي بطل. نعم، سأستجمع قواي وأذهب وراء. أيها العامل، أنا خايف، لا
أستطيع أن أتحمل الحبس، لا أستطيع أن يضرب ولا أتحمل أن يضربني أحد، لا أتحمل الحبس ولا أتحمل أن يضربني أحد، ولا أتحمل أن ينظر إلي أحد بعينان متسعتان غضبة. نعم، عينان متسعتان غضبة، نعم تلك النظرات كنت أخاف منها، نظرات أمي الغضبة، أمي وليس أبي. نعم أمي وليس أبي، أبي كان رجلا طيبا حنونا رقيقا مثلي، فأنا لا أستطيع حتى أن أصرخ في وجه زوجتي. لا 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 تنظروا إلي هكذا، ابتعدوا عني، لا أحد يقترب مني، لا 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 تضربني، لا لا أرجوك أرجوك ابتعد عني ابتعد عني، لا لا لا. ما هذا الذي أفعل؟ إلى متى سأظل جبانا هكذا؟ إلى متى؟ ماذا يحدث لو جابحت وقاومت وناضلت وصرخت؟ لا للظلم، لا للفساد، لا للظلم، لا للفساد، لا للظلم، لا 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 للظلم، بعد الوقت يجب أن نعطي الرجل فرصة أكبر لكي يتحسن. أي فرصة؟ إنه يعتقد أننا نحبسه هنا من أجل استجوابه، وجلسات الكهرباء التي طبقتها عليه من أجل علاجه يعتقد أننا نعذبه بها من أجل انتزاع اعتراف منه. أعرف أعرف هذا، هو ما زال يعيش في وهم صنعه بنفسه، هو يعيش في حالة فصام مع الواقع، وجلسات الكهرباء هذه ستفيده في النهاية لإعادة عقله إلى العالم الحقيقي. يا دكتور، إن هذا المرض الذي أصابه كان بسبب هذا العالم الحقيقي الذي كان يقرأ أخباره في الجرائد. في البداية كان مثل طفل صغير، أحب جمع الصحف واعتبرها هواية له، لكن بعد ذلك صارت تجتاحه لحظات غضب، بدأ يسب ويشتم ويغضب كلما قرأ خبرا هنا وهناك. تفاقم الأمر لديه، صار يعيش بين تلك الصحف، عالمه هو تلك الأخبار التي تنقلها تلك الجرائد. بعد ذلك بدأ يكتب مقالات ينتقد فيها النظام والمؤسسات والقنوات التلفزيونية والإعلام وكل شيء، لم يعرف على من يلقي اللوم في كل تلك المصائب والمآسي التي كان يقرأ عنها كل يوم، لكنه في الواقع لم يرسل أي من تلك المقالات إلى أي جريدة، بل كان يكتبها ويلصقها على الجرائد. كل ذلك كان عاديا بالنسبة لي، لأني يعني اعتقدت أنه يحلم بأن يكون صحفيا مشهورا. ليس حلما بالشهرة بل حلما بالبطولة، وكان يشعر بالذنب لأنه لم يستطع أن يفعل شيئا، فقرر أن يكون بطلا بصفته صحفيا. ولكن حالته تدهورت فجأة بعد أن زاره ذلك الرجل. أي رجل؟
مندوب الصحيفة. نعم، لأول مرة، لأول مرة أجده يحاور شخصا ويكتب أشياء وشخبطة في أوراقه. وما إن خرج ذلك الرجل حتى تغير حاله، تغيرت نظراته، بدأ وكأنه يتكلم مع أشخاص حقيقيين. لم يكن هناك أحد، نعم لم يكن هناك أحد، ولكنه كان يتكلم ويسب ويشتم ويناقش، ثم صار يجري هنا وهنا، هنا وهناك، هنا وهناك، ولا يتوقف عن الحركة. لقد أصبح مجنونا. لا أو لنكن علميين أكثر، أصبحت لديه شيزوفرينيا، حالة بصام تجعله يتصور ويسمع أشياء غير موجودة. لم يكن هكذا أبدا، كان إنسانا طيبا، حنونا، رقيقا صحيح. وهذا الذي جعله يصل إلى هذه المرحلة، لأنه لم يكن صلبا بما فيه الكفاية. صدقيني، هذا العالم لا يحتاج إلى الأشخاص الرقيقين، بل يحتاج إلى الصلابة لكي نستطيع أن نستمر فيه. لا تقلقي، سيخرج من هذه الأزمة صلبا وسيعود إليه عقله. لا. نعم سيدي، كما أمرت. لا 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 لا، لا تخشى منه شيئا، هو لا شيء، شخص تافه ليست له أي صفة في الحياة. إنه شخص يهدي بكلام غير منطقي. أعرف أنه ذكر حادثة قتل ابنك للرجل. عفوا، قتل خطأ بخمس رصاصات. أنا لا أعلم كيف وصلته تلك المعلومات، لكن لا تهتم، فقط أنا وأنت نعلم أن ما يقوله حقيقة. نعم صدقني يا سيدي، لن يخرج من هنا إلا وهو فاقد لعقله بشكل تام. فمن يصدق رجلا مجنونا؟ سيسكتونني؟ لا لا، لن أسكت. حقراء، كلاب مفترسة، آكلي لحوم البشر، لن أسكت. لا يجب أن يسكت أحد على هذا الفساد المستجري في كل مكان. نعم
لا يجب أن يسكت أحد. لن نسكت، وسأفضحهم، سأفضحهم أمام الملأ كي يثوروا عليهم. نعم، كي يثوروا عليهم. لن أسكت على مصاصي الدماء. هل يظلون هكذا يمتصون دماءنا ونحن نبتسم ونسير كالمخدرين؟ لا يجب أن يسكت أحد على هذا الظلم. لن أسكت، ولكن يجب أن أخرج من هنا. يجب أولا أن أخرج. أخرجوني من هنا. أريد أن أخرج. أخرجوني. حسنا، لا، أتوسل إليك. لا. Thank you.